يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله رسول الله كأنك تنظر إليه وتراه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محاسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وعن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. رواه البخاري ومسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا الربيع وللربيع تألق بنسيمه والطيب في أرجائه.